ما كان في بطنها لم يسبق له مثيل من قبل في التاريخ. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في فيديو اليوم سنكشف لكم عن قصة زوجان كوردي وإيريك اللذان يعيشان بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أصابتهم الدهشة من الأخبار التي فاجأهم الأطباء بها خلال الموجات الفوق صوتية لحملهم. فلتبقي نظرة فقط في 4 دقائق، حيث قام كوردي وإيريك البالغين من العمر 35 عاما اللذين أصبحوا أبا لتسعة أطفال بعد ولادة 3 أولاد و3 بنات لانضمامهم للأخوات الأكبر سنا. إن هذا الثنائي من المدرسة الثانوية دائما ما كانوا يقررون إنشاء عائلة كبيرة، ولكنهم لم يتخيلوا أبدا أن تكون كبيرة بهذا الشكل. وعلى الرغم من ذلك أصابتهم الدهشة عندما أخبروهم الأطباء أنه يوجد 6 أطفال في رحم كوردي. وبعد صدمة تملكهم الخوف والمضاعفات المحتملة لإنجاب 6 أطفال. ووفقا لوسائل التواصل الاجتماعي والأصدقاء والعائلات من الزوجان أن الأطفال 6 خرجوا يبكون بصحة جيدة. إنها لراحة كبيرة للزوجان من ألاباما، حيث أن ابنهم الأكبر ولد عام 2008 الذي يجلب ماضيه عدة قصص حزينة عن الإجهاض. وبعد حالات الإجهاض التي عانوا منها قرر الزوجان تجربة علاج الخصوبة، ونتج عن هذا العلاج التوأمان ويل وبريدج اللذان يبلغان الآن 5 سنوات. وبعد إجهاض 4 أبناء وصف لهم الطبيب علاجا أقل من علاج الخصوبة لتقليل احتمالية الحمل بتوأم في المستقبل. ومع ذلك تم الحمل ب6 أطفال بتلك الطريقة، ولكن تملكهم الخوف فلم تستطع الأم إكمال ذلك الحمل، ولكنها راجعت الطبيب الذي أعطاها التفاصيل الطبية التي ساعدتها. وخلال الموجات فوق الصوتية في يونيو سمع الفنيون ضربة قلب 6 أطفال، فلقد كان مناسبة للاحتفال والخوف في نفس الوقت، حيث أنه بسبب الحمل ب6 أطفال فمن الممكن الولادة قبل الأوان. فقد كان من المحتمل أن تقوم الأم بعملية ولادة قيصرية مبكرة، حيث توجد احتمالية كبيرة بإصابتها بنوبة قلبية وضغط للدم وارتفاع السكري للحمل والتهاب المسالك البولية. ولقد تحدث الأطباء مع الزوجين بشأن فرضية الإجهاض الانتقائي، وتعني عملية فرضية لنجاة الأجنة والتي توجد في الرحم، ولكن رفض الأبوان وتركوا المسألة لإيمانهم. وعلى الرغم من أن العائلة كانت خائفة إلا أنها مؤمنة بأن كل شيء سيكون بخير وسعادة لرؤية نمو العائلة. وفقا لدراسة عام 2013 فإن إنجاب توائم متعدد ينتج عن طريق حقن الخصوبة الهرمونية، والتي زادت ما بين 36 إلى 41 ما بين عام 1998 و2011. ومن ناحية أخرى فإن الحمل بتوائم نتيجة علاج خصوبة عن طريق المختبر انخفض بنسبة 41% إلى 32%. وبعد 11 أسبوع نشر الزوجان خوفهم الأكبر، والذي كان متعلقا بزيادة نسبة السعرات الحرارية التي يجب التحفظ منها لصحتها وصحة الأبناء. وقالت على الفيسبوك: من فضلكم أدعو من أجل ألا تأكل شهية هذا العالم. وقالت أيضا: على ما يبدو أنه يستحيل الإنجاب قبل 40 أسبوعا، وأنها استراحت من بين 30 إلى 25 أسبوعا، وبعد الإنجاب مكثت 7 أيام لتستريح في السرير، وأن أولادها بصحة جيدة. وعلق الزوجان أنهم حققوا هدفهم في 30 أسبوعا. نكون الآن قد وصلنا لنهاية قصة اليوم، فنتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.